ولم يحقق شيئا من ذلك عمليا. هذا بالنسبة لنا كافر ما نعلم حقيقته لأننا نظهره. وبالنسبة لرب العالمين، بالنسبة لرب العالمين بيعرف حقيقته، بيعطي حقه أنه كمؤمن. لكن نحن الآن بصدد الحكم على هالمجتمع، هذا بصدد أنه نحكم على هالمجتمع كظاهر. فلما منا نشوف مجتمع لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فما نحكم عليه أنه كافر. مجتمع كافر بعد هو في قلبه، هذا أمره إلى الله. هذه صورة ما تتحقق، أخرى العبارة يعني ما يمكن تصور مجتمع مؤمن في قلبه ولا يظهر من أعماله ما يشهد على من في قلبه مطلقا. هاي نحن لو صححنا العبارة ما في شيء، هذا راح نعيد النظر فيها. ممكن نسجلها من أول كلامكم، أول كلامكم من الفكرة الكاتبة هلا شغلات التسجيل. نعم تفضل أخوة. المجتمع الجاهلي هو الذي يتبنى النظم الكافرة بالله ورسوله، فهذا الاسم إنما يمكن إطلاقه على كل شعب لا يؤمن بالله ورسوله مطلقا. أما الشعب المسلم الخاضع لأحكام الله ورسوله اعتقادا فهو على نوعين، إما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع الإسلامي الكامل، وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا، أو يحقق بعضا ويترك بعضا، فذلك لا يجوز أن يسمى مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي أو كافر، وإنما يقال فيه مجتمع فيه جاهلية على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. لأننا إن أطلقنا عليه اسم مجتمع جاهلي أو كافر ظلمنا إيمانه المشار إليه، لا سيما إذا كان محققا لبعضه عمليا كما ألمحنا إليه آنفا. من ناحية الحكم على الظاهر، العبارة بالحكم على الظاهر، هذا المجتمع الإسلامي ما تقول لا إله إلا الله ولا يعمل عمل الظاهر إلا بدون السؤال هذا المجتمع، بدون أن نسأله. هذا أخي ما تصور، لذلك حطيناها أو بعض ذلك. هذا واقعيا ما تحقق مجتمع، ولا يبدو ولو من بعض أفراده ما يشهد على إيمانه. سيدي ليش ما نصحح العبارة؟ تفضل اقترح. نحن ما في شيء، نحن نقول لا معلش يا سيدي، نحن إذا كان مثل السعودية حتى للحكم عليه الظاهري نقول يحقق بذلك إيمان قلبيا وبعض العمل يعني. هو مثل لك عمل يحقق ذلك، شو التحقيق؟ معروف عمليا يقول وإن لم يحقق ذلك. خذ العبارة وحط لفظة أنت من عندك، ما في عنا مال إذا كان على سبيل السعودية. أما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع المسلم الكامل، ما آمن به قلبيا. إيه نعم، هذه معنى يحقق ما آمن. وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا، ما آمن به يعني شيء، شيئا من ذلك عملي، من ذلك يعني حتى ولا قال لا إله إلا الله. ذلك شو ذلك؟ لا، من ذلك الإيمان يعني. ما هو مجتمع مسلم قال عنه مسلم آمن ولا لم يحقق شيئا من الإيمان. أما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا. قلنا القلب حط المصلحة. المصلحة. وإما أن لا يعتقد، أن لا يعتقد شيئا من ذلك قلبيا، الواضح انه بدا شلون بدك يا اخي، اما الا يحقق، انت اخذت على اصل الايمان، واما الا يحقق هون ساعه الاجابه بجوز الخلط، بجوز الخلط. نعم ساعه الجواب. لا ما بتكلم.